والضحكه اللي بجد. اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم حوار مع ياسمين. زي ما عودناكم في البرنامج بنختار لكم نخبه من المتخصصين. النهارده معانا دكتور عادل صقر، دكتور العلاج الطبيعي، هيناقش معانا مشكله الاطفال اللي عندهم اصابات مختلفه زي الشلل الدماغي وغيره، اللي الام بتبدا تروح بيهم علاج طبيعي علشان تشوف هو ايه الدنيا معاهم. النهارده هنعرف ده كله من دكتور عادل صقر. معانا ومعاكم النهارده دكتور عادل صقر. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا. دكتور عادل، كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة، ومدير مركز سما. عايزين نعرف من حضرتك يا دكتور شوية أسئلة في الحلقة بتاعتنا عن الأطفال اللي بيجوا لحضرتك المركز أو المستشفى، اللي بيبقوا محتاجين جلسات علاج طبيعي. إيه الحالات أصلا اللي بتتحول؟ اسمح لي الأول أبارك لك على البرنامج الجديد، يشرفنا أكون ضيفك في أول حلقة. نرجع للسؤال. بالنسبة للحالات المختلفة اللي بتجيلنا، حالات طبعا كل حالة بيكون لها إصابة معينة أو متنوعة عن الحالة اللي قبلها يعني، لكن كلهم في عامل مشترك ما بينهم. العامل المشترك ده إن الحالات عموما اللي بتجيلنا كعلاج طبيعي بتكون الإصابات أكتر على مقاومات الحركة عند الحالة. يعني الحالة بيكون في جزء منها مصاب سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بتأثر في النهاية على الحركة. لكن بنتفق مثلا إن كل الحالات أو معظم الحالات بنسبة تعدي 80% بتكون حالات الشلل الدماغي. الشلل الدماغي بقى والإصابات اللي بتنتج عنها بقى من أعراض مختلفة وكلام من ده، بيحصل مثلا حالات فيها ضمور العضلات، في حالات زي حالات مخ الولادة، حالات بيكون عندها خلل في الاتزان، ممكن يكون طفل طبيعي مثلا والحركة بتاعته متأثرة بصورة غير مباشرة مثلا، ممكن يكون عمل حادثة مثلا لا قدر الله، ممكن يكون طفل مثلا اتحط في جبس شوية وبعد كده بيجي لنا ان احنا نعمل له مثلا تمرينات في المدى الحركي عشان نظبط الاتزان، نظبط الحركة. ففي النهاية كل الحالات مع الإصابات المختلفة بتجي لنا عشان احنا نأهل الموضوع الحركي عند الحالات دي. تمام. قلت في كلامك يا دكتور ان معظم الحالات اللي بتجي لك هي حالات شلل دماغي. عايزين نعرف يعني ايه كلمه شلل، يعني ايه المصطلح ده؟ لان في ابهات وامهات ساعه ما يعرفوا ان ابنهم عنده شلل دماغي بيبقى خلاص، يعني كان الطفل فقد مقومات الحياه. مزبوط. اللي هو يا ريته ما كان جه، ده هيكون عائق علينا، ده هنحس ان هو مش هيمشي في المدرسه. عايزين نعرف يعني ايه الكلمه دي ونوضح لكل اب وام. هو للاسف يعني كلامك في جزء كبير فعلا من الصواب. كلمه شلل في حد ذاتها احنا اول ما بنسمعها بنتخض، لان الشلل ده معناه ان الطفل بيفقد زي ما انت بتقولي كل المقومات يعني. لكن هي الشلل بالنسبه لنا هو خلل وظيفي او خلل حركي. طبعا الشلل الدماغي كمصطلح او كتعريفه مثلا بطريقه اكاديميه عشان الناس برضو تفهمه بشكل مبسط، هي اصابه بتحصل في المخ اثناء التكون بتاع المخ، فتره التطور بتاع المخ. الفتره دي بتكون والطفل هو لسه جنين اثناء فتره الحمل، او الاصابه مثلا بتحصل اثناء الولاده او بعد الولاده. بس بيكون ليه سمات مثلا او صفات بتميزه عن اي اعراض تانية او اي امراض تانية. الاصابه دي لازم تكون ثابته، لا بتزيد ولا بتقل في جزء من المخ. الاصابه دي لازم تحصل في الفتره دي في السن ده اللي احنا قلنا عليه، في اثناء تكون المخ والطفل هو جنين لحد هو عنده 3 سنين. لازم يكون طبعا لها سمات زي ما احنا قلنا حركيه، الاصابه دي بتاثر على الحركه، فهو ده مفهوم الشلل الدماغي بصفه يعني بصوره مبسطه. تمام يا دكتور. طيب لو طفل لسه مولود ولا قدر الله حصلت له الاصابه اللي حضرتك قلت عليها دي، ازاي الام تعرف بقى ان ابنها عنده شلل دماغي او عنده مشكله، وامتى تحس بيها وامتى تتوجه ان هي تروح لدكتور علاج طبيعي؟ تمام، سؤال مهم جدا، لان فعلا معظم الناس ما عندهاش الجانب ده من الوعي. وكمان عشان الشلل الدماغي زي ما احنا قلنا هو مش مرض واحد، هي اصابه بينتج عنها صور كتير او اشكال كتير من الامراض. تمام. الاعراض ممكن تكون اعراض حاده وظاهره بالنسبه للدكتور او بالنسبه للام، وممكن ما يكونش فيه اعراض لحد ما الطفل يبدا يتحرك، فنلاحظ ان هو بيتاخر في الحركه شويه، وده الجانب التوعوي اللي احنا لازم نعرف الناس بيه. حتى في مراكز الصحه في ظهر مثلا شهاده الميلاد بيبقى فيه جدول بالتطعيمات، لازم يكون فيه صوره مثلا تعرف الام مراحل التطور الحركي. يعني مراحل التطور الحركي، الطفل هو عنده شهر بيعمل ايه، وعنده شهرين، وعنده 3 شهور، وعنده 6 شهور. كل مرحله من دي لازم الام تكون على وعي بيها وعلى درايه بيها، عشان وانس ان هي لقت الطفل اتاخر حركيا تبدا تتاخر بيه. لان كل ما تشخص بدري كل ما كان احسن وافضل طبعا، عشان المرونه العصبيه عند الطفل وهو لسه في سن صغير. تمام. طيب ايه الاعراض اللي احنا ممكن نلاحظها مثلا على الطفل؟
وهو مثلا في سن صغير، الاعراض دي مثلا بتظهر في صوره تشنجات، وكلمه تشنجات مش عايز اخدها بالمحمل ان احنا بنشوفه مثلا في الافلام ان الصرع والتشنجات، لا ممكن ايوه تكون تشنجات خفيفه جدا. الام بتجيلي مثلا العياده تقول لي يا دكتور انا ملاحظه ان عينيه بتحول بالبلدي كده، يعني تقول عيني بتغرب، نظرته بتغرب، فبنلاحظ ممكن مثلا كمان حركات لا اراديه في العين، ممكن نفضات او في الايد او في الراس، برضو حركات لا اراديه. ممكن نلاقي مثلا وشه بيزرق، الزرقان ده بيكون عشان برضو تقلصات في الحجاب الحاجز او نقص الاكسجين الواصل في التنفس. تمام دي اكتر الاعراض اللي ممكن نلاحظها. بنلاقي برضو الطفل دايما مش عايز اربط برضو اعراض لوحدها، عايزين ناخد مجموعه من الاعراض. يعني تمام ممكن يكون حاطط مثلا صباعه في قبضة الإيد كده بصفة مستمرة، الأطفال بتفتح وبتقفل، لكن الشكل ده إن يفضل حاطط ده بصورة مستمرة مع الأعراض اللي إحنا قلنا عليها أو عرض أو اتنين أو مع تأخر الحركة، بنقول برضو إن هو سبب. ممكن لو الطفل بيرجع كتير لأنه بيبقى عنده مشاكل في تمام الرضاعة وفي الأكل والكلام ده، تمام كل ده أعراض ظاهرة ممكن الأم تلاحظها طيب يا يعني. دكتور نستأذنك ناخد تليفون ونرجع نكمل مع آه حضرتك. طبعا اتفضل. طيب معانا اتصال تليفوني، مامة مارتن. ألو، ايوه مع حضرتك. ازاي حضرتك؟ عاملة ايه؟ تمام الحمد لله، اخبارك ايه؟ الحمد لله مش ربنا يا اتفضلي حضرتك. معاكي، عايزة الدكتور ولا ليكي الدكتور سؤال؟ عادل ازاي؟ ماشي اتفضلي ممكن الدكتور اسأل معاكي. سؤال؟ اتفضل. ازيك يا دكتور عادل، ازي حضرتك عامل ايه؟ أهلا وسهلا، الحمد لله. انا اتفضل. مامة مارتن، احنا كنا بنتعالج عند حضرتك في المركز من فترة، من سنتين كده. تمام. مارتن طفل داون، فاكره حضرتك؟ تمام. مارتن طبعا. جميل، هو حبيبي مارتن. عنده كان التختان في العضلات، تمام والحمد لله دلوقتي الدنيا تمام اتظبطت. مظبوط. بس هو الفترة دي بسبب الكورونا في شوية عدم اتزان، تمام. فمش عارفين بقى ننزل المركز تاني ولا بسبب الكورونا ولا نعمل. حضرتك عندك تمارين ممكن تقولها لي انا ممكن اشتغل معاه في البيت وكده، عيني. بحس ان في شويه عدم اتزان وهو طالع في السلم وهو نازل في السلم. تمام. طيب خلاص تمام. فيعني نفسي حضرتك تفيدني عشان انت اكتر حد يعني بتفيد مارتن ربنا يخليك، وبتحسن محاضرات جدا. ربنا يخليك، شكرا. ماشي شكرا يا ام مارتن، هو الدكتور هيجاوب عليكي دلوقتي. اتفضل يا دكتور. هو طبعا الفترة اللي فاتت أثرت على ناس كتير، فترة ايوه طبعا القعدة في البيت، وخصوصا برنامج العلاج الطبيعي سواء مكثف أو برنامج عادي، احنا بنعود الطفل إن هو مثلا يعمل تمارين معينة أو يتحمل على لود معين، كل عضلة بيكون لها قوة معينة. البروجرام برضو في المخ ذاكرة زي اللي احنا بنفتكر بيها، في ذاكرة حركية، لازم الطفل دايما التعود والتكرار مع قوة التحمل والثبات والالتزام بتاعه، لازم يتعود على نمط معين أو لايف ستايل معين يعني. تمام فما الطفل بيوصل لدرجة معينة مثلا من البروجرام بتاعنا ده، وحتى ما نيجي نعمل له، حتى لو الطفل اتحسن ونقعده، بنقعده تدريجي، نقعده مثلا نبص عليه مثلا مرة في الأسبوع، نبص نبعد المسافة شوية. طبعا الفترة اللي فاتت ده أثرت على ناس كتير، ومارتن أنا افتكرت دلوقتي وهي بتتكلم عنه كان طفل تحسنه ما شاء الله عليه ممتاز يعني. تمام فطبعا لا، أنا هحتاج أشوف بس إيه الخلل اللي حصل مثلا في الالتزام بتاعه عشان نشوف هنقوي عضلات إيه، لو هو حاجة بسيطة أو من القعدة ما وصلناش لدرجة إن عضلاته تضعف. تمام ممكن نبعت في حاجة اسمها البرنامج المنزلي، بنعمله بنبعته لأولياء الأمور، عملنا الفترة اللي فاتت كتير جدا يعني، وتعاوننا مع الناس في والأولياء الأمور طبعا فرحوا بحاجة زي كده، ايوه تمارين بسيطة يقدروا يعملوها للطفل في البيت بحيث إن هي مش تعوض لكن تساعد شوية إن هو ما يحصلش تدهور في الحالة في الفترة دي يعني. حضرتك هتقول لها التمارين دي تعملها بعد إن الحلقة؟ شاء الله بإذن الله. خلاص تسيب بس تمام الرقم، أخد الرقم إن شاء خلاص، الله. سيبي رقمك يا ام مارتن وهو هيتواصل معاكي ويقول لك تعملي ايه بالظبط. طيب انت حضرتك قلت لي في السؤال اللي قبل كده ان لازم الام تلاحظ الحركه بتاعت ابنها من بدري تمام علشان تبدا ما تتاخرش في العلاج، علشان كمان العلاج يكون ايه، التشخيص كمان ما تتاخرش فيه والعلاج يكون سريع. تمام عايزين نعرف بقى هو ايه سبب اصلا ان الطفل يجيله شلل دماغي، ايه اسبابه؟ هي الأسباب لحد دلوقتي يعني ما فيش حصر ليها أو حاجة مثلا كونفيرم إن هو ده السبب الأساسي للشلل الدماغي، لكن طبعا بيصنفوها من التجارب تمام. طب اللي سوري شفناها. معانا مكالمة تليفونية تاني وهنرجع نكمل ماشي السؤال. اتفضلي. طيب يا دكتور عايزك تقولي السبب تاني كنا على ما بنتكلم على المكالمة كنا هتدخل بنتكلم دلوقتي. على الاسباب. في اسباب طبعا بتبقى زي ما احنا قلنا الطفل وهو لسه في مرحله التكوين، فممكن تكون الاسباب دي اثناء الحمل. طبعا بنصح كل الامهات ان هي تتابع مع دكتور، ما تاخدش ادويه من دماغها، تحافظ على الضغط والسكر. طيب معانا مكالمه. مين؟ معانا اتصال تليفوني. السلام عليكم. وعليكم السلام، استاذ ياسمين، اهلا بحضرتك يا ابو عمر. الله يسلمك، كيف حالكم؟ الحمد لله، اخبار حضرتك ايه؟
والله ابشركم بخير. اهلا مساء بالسعوديه. الخير يا دكتور عادل. اهلا وسهلا، ازيك ابو عمر؟ ابو الله عمر يسلمك. السعوديه. ابو عمر من نعم السعوديه، اهلا اهلا بحضرتك وسهلا، اهلا واهلا وسهلا، بشعب السعوديه كله. الله يسلمك يا رب. تسلم الله يا يسلمك. ابو عمر. حضرتك عندك سؤال لدكتور عادل؟ والله انا ما عندي سؤال، انا عندي تجربه سابقه اهلا. مع الدكتور عادل تمام. صاحب مركز جامعه. طبعا كانت التجربه قبل سنه واربع شهور، كان عندي طفلين عندهم صعوبه في الحركه في المشي طبعا، وطبعا تولى العلاج الدكتور عادل طبعا يمكن حوالي هذا الشهور، تمام. وكان الدكتور عارف وش يحتاجون الطفلين من تمارين لتقوية العضلات اللي تمام. تساعد على المشي، وصراحة نجح الدكتور في 3 شهور طبعا، ولمدة 3 ساعات في الأسبوع، يعني كل طفل كان ممكن ساعة ونص إنهم يمشون بتوازن. تمام. وطبعا خلال الفترة هذه الشهور دي كان أي سؤال يعني أستفسر منه ولا أطلب معلومة كان معرفة وصدق. إيه، وكذلك كان يتمتع بروح عالية وقدرة على تحمل أطفال، وأنا برضه فرصة ثانية حضرتك نقدم محظوظ هالشكر قوي يا دكتور. صراحة احنا واجبنا ده ابو عمر من لجميع الناس الرجال. تمام، من شكرا ليك يا ابو عمر. اخر انا يعني. انا كان ترى اشاده يعني، الله يكرمك ابو يعني عمر، ما قصر علي. شكرا الله ليك يا ابو يكرمك. عمر، دي شهاده لا نعتز بيها في مصر والله. ربنا يعزك يا لحظ ابو دكتور. معرفتكم، واحنا عملنا الواجب بس تجاه الاطفال، وكان عمر ويوسف ما شاء الله من الاطفال اللي حبيتهم جدا يعني، ايوه والحمد لله ربنا وفقنا وعملنا معاهم نتيجه كويسه وكسبنا معرفه ابو عمر يعني. الحمد لله الحمد لله. حضرتك يا دكتور سمعتك ما شاء الله. الحمد لله، ده فضل من عند ربنا الحمد لله. طيب عايزين نعرف بقى بقية الأسباب، وعايزين نعرف هو سبب الشلل الدماغي ده هو فعلا وراثي ولا تقصير من الأب ولا من الأم ولا ايه بالظبط؟ هو السؤال ده مهم، بيحمل شقين، الشق الاجتماعي انا حابب اتكلم فيه، لان طبعا في مش هقول في العشوائيات او يمكن مثلا في الاماكن اللي ما فيش وعي طبي فيها كتير، الاب دايما بيحمل الام او المراه مسؤوليه الحالات دي، وفعلا بيجي لنا حالات كتير بتنفصل اجتماعيا وممكن توصل لطلاق، ان هو بيحملها ان هي سبب مثلا في حاجه زي كده، اعتقادا منه ان الموضوع وراثي بحت او هي السبب في كده، ممكن يتجوز تاني عشان مثلا شايف ان ايوه فعلا. لكن هي الام طبعا لها دور ان هي تهتم، لكن هي مش سبب بطريقه مباشره يعني. الام لها تهتم ان هي ما تاخدش الدواء زي ما احنا بنقول الكونسبت اللي عندنا كلنا، انت تعبان خد مضاد حيوي، انت فتره الحمل دي لازم تحافظ، لان معظم الضغط والسكر قلنا ان هي تحافظ عليه، الفوليك اسيد طبعا مهم جدا، حتى دكاتره الامراض النساء بيوصفوه في فتره الحمل قبل 3 شهور كمان عشان بيمنع المشاكل التكوينيه والكلام ده، في اسباب طبعا اثناء فتره الولاده زي ما احنا قلنا، لكن دي قلت شويه لان مفهوم برضو الولاده المتعثره ما عادش موجود، كان طبعا الطفل بيتزنق فبيحصل نقص اكسجين، ده ما عادش موجود طبعا، دكاتره النساء دلوقتي اسهل حاجه بالنسبه للحاله وبالنسبه للدكتور السيزيريان حل امثل يعني، ممكن الحاله اصلا بتروح تطلب ان هي تولد قيصري بلاش تولد طبيعي والكلام ده، فعلا. وبيبقى سهل للدكتور والحاله، هو صعب على الاب بس ان هو بيدفع يعني. ممكن بعد ال الأبوات بصراحة بيتأزموا من ناحية أي ماديات بالظبط. بصراحة. الاسباب اللي بعد الولاده طبعا كتير، ممكن مثلا يصاب بفيروس او بكتيريا، طبعا درجه الحراره لازم الام تاخد بالها من درجه الحراره، لان ده يعتبر انذار، درجه الحراره ما تعلى وبتوصل مثلا للحمى يبقى في مشكله في الجسم، لازم تحافظ هي على ممكن تعمل شلل دماغي طبعا درجة الحرارة درجه عالية أعلى الحراره من عاليه، 40؟ وبيجي لنا حالات كتير الطفل سخن ما لحقتوش، قلت استنى الصبح اديله خافض، وبعدين الطفل بيتشنج من الحراره، فده كله بيأثر على المخ، والمخ ده زي ما احنا قلنا هو المايسترو او القائد بتاع الجسم، اي وطبعا خلل فيه بيأثر على الجسم على طول وطبعا ده بيأثر على مراكز النطق والكلام كمان. بالظبط، على حسب الاصابه او المكان اللي بتضرب يعني، يعني ممكن مثلا الاصابه يبقى في مركز النطق والكلام، ممكن يبقى في مركز مثلا زي ما احنا قلنا انواع الشلل الدماغي، ممكن يبقى في اصابه مثلا شلل نصفي، شلل مثلا طرف واحد، شلل مزدوج اللي هو طرفين السفليين، شلل رباعي، وده اعنف صوره من انواع الشلل، ممكن يسبب مثلا ايوه يبقى ارتخائي او تشنجي، دي كلها انواع ممكن تظهر،
ايوه بتحافظ برضو تاخد بالها من التطعيمات، الالتهاب السحائي، الأمراض التنفسية، لأن نقص الأكسجين زي ما احنا قلنا سبب أساسي يعني. ايوه، هو نقص الاكسجين فعلا. انا اعرف ان في امهات كتير بتقول ان ابني نقص اكسجين والدكتور شخصه بانه شلل دماغي. بالظبط، هو ده تمام. سبب بيؤدي إلى الشلل الدماغي، ايوه التهاب رئوي فدخل حضانة، الطفل عنده صفرة أول ما اتولد، طب ماشي نروح بيه فين؟ طب مش عارف، ما لقيناش ماشي حضانة، التهاب سحائي زي ما احنا قلنا، تمام. حاجات كتير ممكن تؤدي الموضوع ده. وطبعا في الجنب التاني في امراض وراثيه برضو بتؤدي للحركه، بس المرض الوراثي بقى بنأكد تاني ان هو مش معنى كده ان هو ورثه من الام او ورثه من الاب، ده بيبقى خلل جيني في الكروموسومات بتاع الجسم، فبيطلق عليه ان هو وراثي، بس مش معنى وراثي ان هو ورثه من حد، بيبقى ايوه خلل في تمام. الجينات يعني. طب هو الصفرة العالية برضو ممكن تعمل شلل طبعا دماغي اللي الصفرة، زادت عن اسبوعين الصفرة متواصل؟ في فسيولوجيكال اللي هي طبيعية، وفي باثولوجيكال اللي هي الصفرة المرضية. الصفرة المرضية دي لازم الدكتور بياخد باله منها على طول، ولازم الطفل بياخد حد اللي هي بيدخل بتعدي الاسبوعين، بالظبط لكن الصفرة العادية اللي بتقعد يومين. بتبقى طبيعي، بتبقى طبيعي وبتروح على طول يعني. لكن ايوه هي الصفرة بقى المرضية لازم بقى الطفل بيدخل حضانة وكلام من ده، وللأسف معظم برضو الحالات بتجيلنا من موضوع الصفرة ده. تمام. طب معانا اتصال تليفوني يا دكتور ناخده. أهلا وسهلا. معانا مامة حلا، مدام نرمين. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام، اتفضلي يا مامة حلا. ايوه ازي حضرتك يا استاذه ياسمين؟ الحمد لله. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. يا رب دايما. معاكي طبعا دكتور عادل. انا كان ليا تجربه مع بنتي عند دكتور عادل. هي كانت حصل لها مشاكل ساعه الولاده، والدكتور قال لي ان هي جلطه في المخ حصلت ساعه الولاده، فطبعا عالجتها على انها نقص كالسيوم واثرت على رجليها. وانا كل الفتره دي ما كنتش اعرف لمده 3 سنين. بعدين الحمد لله يعني رحنا الدكتور عادل وعالجها فتره، قعدت 2 سنين تتعالج علاج طبيعي عند حضرته، والحمد لله يعني رجليها بدات تتحسن كتير قوي وبدات تمشي عليها كويس، وشكل طبعا الرجل اتغير كتير. بس هي يعني الأيام دي هي الحمد لله كويسة، مفيش حاجة. بس تمام. شكل المكالمة الخط باصل. شكرا ليكي يا أم حلا. شكرا متحمل. ما شاء الله، يعني سمعت الحمد لله. حضرتك ما شاء الله. نو هو هي كومنت. مامة حالة كمان فكرتنا بحاجة، الحمد لله فضل من عند ربنا يعني، ربنا يعينك. فكرتنا بحاجة بنفس الكلام اللي احنا بنتكلم فيه، ان الاعراض مش كل الاعراض بتبقى ظاهرة، فلازم انا اخد بالي من ايوه الحركة، او لازم احنا نوعي الناس كلها، لو حتى صورة صغيرة بتطبع ايوه بمراحل النمو الحركي وتتوزع مع التطعيمات، ان الطفل في سن كذا لازم يتحرك يعمل كذا. فالام حتى لو ما ظهرش اعراض حادة او اعراض ظاهرة على الطفل، او الدكتور ما خدش باله في الفترة دي، مثلا الطفل بيبقى عنده لسه 3 شهور، من 3 شهور 6 شهور ما قعدش، طب 7 شهور ما قعدش، ما بيتقلبش، فابدا اتحرك. انا جات لي حالة مثلا لسه قريب، جات لي حالة سنة ونص، الطفل لسه مش بيتقلب، طب ليه ما اتحركتيش؟ ما فين اعرفش، الأم؟ اصل قالوا ان هو بيسنن، فالتسنين بياخد من صحته شوية. المفاهيم دي لازم تتغير، لازم الناس تبقى عندها دراية اكتر أنا حاسة الأمهات ما بمراحل عندهاش التطور الحركي. وعي بمراحل هو الوعي التطور. الطبي هو مش ذنبهم، بس هو الوعي الطبي يعني في تقصير شوية في الموضوع ده. لا بس كان أيام زمان يعني الأم بتلاحظ، أنا ابني ما قعدش، أنا ابني ما هو سننش، أنا لحد ابني ما دلوقتي، اتحركش، ما أنا ابني ما حضرتك نغاش. ما تنسيش مش كل الناس عندها الخبرة المجتمعية دي يعني. ممكن تكون واحدة مثلا معاها طفل واتنين قبل كده، فشافت قاعدة في بيت عيلة فشافت، لكن ممكن واحدة تكون متجوزة جديد وده أول طفل ليها وما عندهاش خبرة سابقة، ما فيش ايوه حد جنبها مثلا يقول لها ده الطفل ايه ده، هو ما قعدش ليه، لا، والسوشيال فلازم ميديا كمان بتاخد الامهات ان هي تتابع ابنها وان هي تقعد بالظبط تراقبه. بالظبط. كنت عايزه اسال حضرتك كمان، هو ازاي بتعملوا برنامج علاج للطفل؟ طبعا التشخيص بيختلف من طفل للتاني، أكيد بس ازاي بقى يعني عايزين نعرف حاله عامه كده للبرنامج العلاجي بتاع خطه العلاج الطبيعي لاي طفل. تمام. هو زي ما حضرتك قلتي طبعا ايه التشخيصات الادوات بالظبط والاجهزه؟ بتكون مختلفة التشخيصات، لكن في خطوط او لاينز كده عريضة او حاجة اهداف بنكون احنا حاطينها. اول حاجة لما الطفل بيجي، انا مش بتعامل مع الطفل ان هو آلة جاي يعمل شوية تمارين او تقويات او اتزان او ونفذ وخلاص ويمشي، لا انا لازم ادمج الحواس بتاعته كلها ونشتغل في منظومه، لان الطفل ده بيبقى عنده خلل في جزء، لكن لسه في جزء عنده هو مش قادر مثلا يقف، مش هجيبه وانا اعمل له الحاجه اللي هو مش قادر يعملها، انا باخده تدريجي. فبتبقى اهداف قصيره المدى واهداف بعيده المدى. الاهداف قصيره المدى ده بيبقى على حسب التشخيص، تمام.
ببص مثلا على تقييم العضلات، الاوتار عنده في مشاكل ولا لا، بروبلم ليست، وبنبدا نحط الحلول بتاعتها. اهداف طويله المدى بقى اللي انا بلاحظها مع الاهل كمان، يعني ممكن قصيره المدى انا بس اللي احس بالتحسن، احس ان العضله دي بقت كانت قوتها كذا دلوقتي بقت احسن. الاهل ما ياخدوش بالهم غير من طويله المدى، الطفل مثلا كان جاي لي ما بيقعدش فبقى بيقعد، لكن في خلال من هو مثلا بيتقلب وبقى بيقعد في خلال المرحله دي انا في حاجات كتير بنشتغل عليها. بالنسبه للادوات طبعا بتختلف برضو، لكن هنقولها في عجاله برضو عناوين الادوات المفروض تتوفر في كل مركز علاج طبيعي اطفال، وان كان بيشتغل اطفال بس يعني. غرفه التمارين اليدويه طبعا بما يعني المشتملات بتاعتها بقى من من ادوات تساعد في التمارين اليدويه، غرفه مثلا للجيم الاطفال الجيمنيزيوم، غرفه للجهاز العنكبوتي، ادوات مشي، ادوات اتزان، ادوات ممكن تكون محدده اكتر استثاره الجهاز الدهليزي زي الفيستيبوليتور مثلا، اجهزه لتقليل الشد والاتزان، فايبريتور بليت، في اجهزه كتير بنستخدمها يعني. انا عايزه اعرف برضو من حضرتك يا دكتور، كل ام بتروح بابنها علاج طبيعي تقول هو انا هقعد بابني سنه ولا سنتين في المركز؟ تمام. وتبدا بقى تمل. طب او اصلا اول ام، كل ام اول سؤال تيجي تساله لك وهي داخله هو هيتحسن امتى؟ هناخد كام شهر؟ بالزبط. هنقعد كام سنه؟ لانها بتبقى سائله قبل كده، ده انا ابن فلان صاحبتي قعد سنه في المركز سنتين. هو بصراحه هم معصومين، هو العلاج بيبقى يعني بطيء، بالبطيء قوي عندكم صح؟ مش قصه بطيء، هو الكونسبت برضو بتاع العلاج الطبيعي، او احنا بنحاول نوظف القدرات اللي عندنا. يعني ايه القدرات اللي عندنا؟ مش قدره الطفل نفسه، انا مش بشتغل على حاجه جوه الجسم، انا بشتغل كرد فعل للاصابه اللي حصلت. الاصابه دي حصلت اوريدي خلاص وثابته زي ما احنا قلنا، واثرت على جزء في الجسم واذت مثلا جزء معين او عضلات معينه، فانا بشتغل على ان انا اعمل رد فعل للاصابه دي. تمام. فبشتغل عليها مع الوقت، والاهل معذورين طبعا في سؤال زي كده لانهم نفسهم يشوفوا حاجه اسرع. طبعا نتفق ان زي ما احنا قلنا من الاول، كل ما كان التشخيص بدري كل ما كان اسرع، عشان المرونه العصبيه. المرونه العصبيه دي بتفرق معانا كتير، يعني انا لو رايح اتعلم سباحه وطفل بيتعلم سباحه هيتعلم احسن مني، المرونه العصبيه لسه عنده احسن. بنمي مثلا اجزاء من المخ مش بتشتغل. يعني ايه مش بتشتغل؟ هل هي موجوده وما لهاش وظيفه؟ لا، موجوده بس هي مش بتتدرب، زي مثلا اللي في السيرك بيمشي على الحبل. ما هو تكوين مخه نفس التكوين المخ بتاعي، لكن هو ليه احسن مني في النقطه دي؟ هو وظف اجزاء معينه في المخ عنده ان هو يعملها مع التدريب، فبيحصل كده. فهو ده الكونسبت اللي احنا بنعمله، انا بوظف مثلا ردود افعال وان هي بستثيرها او بحفزها، وفي الجزء الثاني في حالات بيكون عندها ردود افعال بريمتيف ريفلكس بالنسبه للاطفال بتكون موجوده، زي الشد مثلا. الحاجات دي بتعمل لي انا مشاكل او عائق ان انا لازم اعمل لها انهبيشن، ان انا اقللها عشان الطفل مثلا اوصل بيه للدرجه الممكنه. فكل الحاجات دي بتاخد معايا وقت، لان انا بنبقى عاملين زي بنطلع سلم درجه درجه يعني. تمام يا دكتور. طب برضو سؤال بيخض كل ام وكل اب، انا ابني عنده شلل دماغي، انا ابني مش ذكي، هل الشلل الدماغي بيأثر على القدرات العقليه ونسبه الذكاء عند الطفل؟ هو نظريا المفروض ان الشلل الدماغي مش بيأثر على الذكاء، لان احنا بنشوف حالات كتير بالعكس، بنشوف حالات كتير عندها شلل دماغي وما شاء الله يعني عندهم ذكاء حاد يعني، ونوابغ ومتفوقين سواء في المجال العلمي او المجال الرياضي. لكن زي ما احنا قلنا برضو ان الاصابه اللي بتحصل ممكن تصيب جزء فبتاثر، او لها اعراض تانية زي ما هي بتاثر مثلا على، احنا قلنا بتاثر على القدره الحركيه، ممكن تكون واخده معاها جزء من الكلام او من البلع، ممكن تكون واخده معاها برضو جزء من القدرات الذهنيه في بعض الحالات، القدرات الذهنيه. وده طبعا افضل جزء انا بعتبره يعني في العلاج الطبيعي للاطفال، ان بيحصل تيم وورك او تعاون ما بين التخصصات المختلفه، من اول مخ واعصاب اطفال، امراض وراثيه، تغذيه، علاج طبيعي، وفي اقسام برضو معانا اللي هي قسم التخاطب وتنميه المهارات واختبارات الذكاء وتمارين الانتباه والتركيز. ده كله بنشتغل في منظومه واحده عشان نشوف ايه الاصابه دي نتج عنها ايه، ونحاول ان احنا نحل مشكله الطفل. يعني التخاطب والعلاج الطبيعي ودكاتره المخ والاعصاب كلهم منظومه واحده بيدعموا بعض. المفروض المفروض. تمام. وده بيحصل فعلا في بنسبه كبيره يعني. تمام يا دكتور. طب عايزينك بقى تنصح كل اب وام عندهم طفل عنده شلل دماغي او اي اعاقه من الاعاقات او الاصابات ديت، وبيروح علاج طبيعي او بيروح مركز تخاطب او ايا كان، تنصحه بايه؟ تعاملوا مع الطفل ده ازاي اصلا؟ هو اولا انا بحيي الناس دي، لان فعلا الناس دي يعني عندها ما شاء الله ربنا يرزقهم الصبر، عندهم قدره كبيره، ومفيش حد يعني بيكسل ان هو يعمل دوره تجاه ابنه. النصيحه الوحيده اللي اقول لهم بلاش ياس يعني، هو حتى لو ما وصلناش بيه زي ما احنا قلنا ان احنا ان هو يتحسن ونوصل للتحسن المطلوب، احنا بنوظف
ان الحاله ما تسوقش اكتر من كده، وده طبعا في حالات بنسبه قليله. اللي بيعيقنا مثلا النسبه الكبيره في الشلل الرباعي مثلا، محل جدل طبي شويه، بتحسن ما بتحسنش، لكن 80% من الحالات الحمد لله بتتحسن وبتوصل لنتائج مبشره جدا ومتفائله جدا. الناس بس تصبر ان شاء الله وتعمل اللي عليها، واحنا على قد ما بنقدر والله ربنا يعلم بنبذل كل الجهد ونتعاون مع كل التخصصات الطبيه بحيث ان احنا نعمل اللي علينا تجاه الاطفال يعني. يعني في امل. لا في نسبه بس مبشره، احنا نسبه بيقولوا مبشره لكم يا وعاليه جماعه جدا. فعلا اصبروا، لان انا واحده من الناس اللي لما الصبر بروح بس. لما بروح مثلا اي مكان والاقي مثلا الجلسات هتطول اللي هو امتى، هو الناس فهو فعلا عندها، هي معذورين. فكره العلاج عموما او المنظومه الطبيه او كل مؤسسه صحيه بيبقى هدفها ان هي تقضي على المرض نفسه، يعني تنهي المرض، فيروس سي مثلا ننهي على المرض. اي لكن للاسف في الحالات بتاع الشلل الدماغي وحالات الاطفال واصابات الاطفال، انا الكونسيبت بتاعنا مش هقدر ان انا انهي على الاصابه دي، لان اصابه حتميه واوريدي حصلت خلاص. انا بس بقدر اوظف الطفل في اقصى طموح بالنسبه له واقصى تحسن، فخلي يعني خيط الامل ده نتمسك بيه يعني انتوا لاخر بتهيئوا لحظه. الطفل ان هو بالظبط يتأقلم انا ويتكيف مع بالنسبه لي كعلاج الحياة. طبيعي. لو بالظبط بالظبط، ايوه، لو لكن مش الطفل، انتوا مش هو لو بتخفوا الطفل جالي الإعاقة. مثلا، لو الطفل جالي عنده شلل رباعي مش بيتحرك وانا قدرت اوصل بيه مع الوقت ان هو يقعد مثلا على كرسي متحرك ويقدر يمارس احتياجاته اليوميه مثلا من دخول حمام او كده، حتى لو على كرسي متحرك، يبقى انا وصلت بيه لانجاز كبير. اي نعم مش دي الصوره اللي احنا عايزين نوصل لها، مش ده الهدف اللي الاهل عايزين يشوفوه، لكن الحمد لله بالنسبه لنا بيكون تحسن كبير. فاحنا تمام. احنا بنوظف حاله الطفل الاقصى تحسن نقدر نوصل له، ده بالنسبه لنا اسمى هدف يعني. تمام، نورتنا جدا في حلقتنا يا ميرسي، دكتور ربنا عادل، يخليك، ده الشرف ويا ليا. رب تكونوا استفدتوا من المعلومات الجميله اللي قدمها لكم دكتور عادل، وانتظرونا في حلقه جديده من برنامجكم حوار مع ياسمين. شكرا.